كابتن محمد الف مبروك للنادي الاهلي. مبروك كابتن علاء اتكلم عن الحاله الفنيه ككل لعيبه النادي الاهلي. اعتقد ان النهارده احسن شويه او احسن كتير من الماتشات اللي فاتت. في بص مع قوه الخصم كمان يعني انت لازم تضيف ان المقاولين من الفرق القويه، فرقه تقيله، فرقه عندها يعني استراتيجيه بتلعب بيها، وده ناتج طبعا او باين من اول الدوري. النهارده انت الشوط الثاني يمكن احنا اتكلمنا بين الشوطين وقلنا هل رغبه النادي الاهلي هتستمر؟ بالفعل استمرت. يمكن في حته الاستحواذ انا شايف حته الضغط كويسه جدا، في رغبه قويه من كل لاعب انه يثبت نفسه لموسيماني على اساس يحجز مكان ليه في التشكيل الاساسي. النقطه كمان اللي يمكن النهارده لاحظناها تواجد او صلابه خط ظهر النادي الاهلي، يمكن باستثناء بعض الكرات القليله نتيجه سرعات محمد سالم، بس خط الظهر بتاع النادي الاهلي كان النهارده يعني في تمركزات قويه، في تعامل مع الكرات الثابته بشكل كويس، الكرات خصوصا الكرات العاليه، فكل الحاجات دي ايجابيات. يمكن انا شايف سلبيه واحده بس، هي اصابه الشناوي. اصابه الشناوي دي كانت من الحاجات، اصابه الشناوي هو الطبيب الفريق الدكتور خالد بيقول عنده شد في العضله، شد في العضله الضم، ودي انا اتوقع ان شاء الله مش تاخد وقت كتير لانه هو طلع على طول. على فكره نعم دي القديمه اللي كان بيلعب عليها زمان اللي فاتت ما لعبش عشان ده، اعتقد كان مريح عشان كده، وانا ما اعرفش يمكن بتفق مش عارف عادل او هاني اللي قال لي كان يا ريت كمان كان رايح النهارده، ان موضوع العضله الضم ده حاجه عارف ما تعرفش حكم فيها، بس ان شاء الله تبقى بسيطه يا رب ان شاء الله. فانا بعتبر النقطه دي بس هي الحاجه السلبيه.